ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا معانا النهارده اصغر شيف في مصر رغم صغر سنه، الا ان كل اساتذته بيشكروا فيه، وانتقل من مكان لمكان وكل مكان كان موجود فيه كانوا بيشهدوا بتميزه. معانا الشيف صلاح الشرقاوي، ازيك يا شيف؟ نرجع لك تاني، ربنا يخلي حضرتك يا رب. طبعا احنا قبل ما نطلع فاصل حضرتك قلت لنا انك هتقدم لنا طبقين صيامي ينفعوا للاخوه المسيحيين، وكمان الناس النباتيه اللي مش بتاكل او الفيجيتيريان اللي مش بياكلوا اي لحوم. فحضرتك جهزت لنا النهارده ايه بقى؟ اللي هو والدروف سلط بصوص الليمون والصوص البرتقال، تمام؟ هو المفروض ان هو بيتحط مع الصوص سنه سكر، أيوة. وبيتحط سنه مايونيز وسنه كريمه، فطبعا عشان اخواتنا المسيحيين انا لغيت السكر والكريمه، بس هو طبق ممتاز طبعا، الصوص بتاعه جميل ويمشي كده ويمشي كده. لو حضراتكم مثلا حابين ان احنا نزود الكريمه ونزود المايونيز ممكن نضيفه عادي، مفيش اي مشكله، هيبقى طبعا طعمه احلى بكتير طبعا. ممتاز، ده اول طبق ينفع للاخوه المسيحيين بمناسبه صيام الميلاد او الأربعين يوم، تمام؟ ده اول طبق عمله لنا الشيف. الطبق الثاني عباره عن باستا او مكرونه، دي جاتوبس باستا بالخضار، تشكيله خضار ممتازه. ممتاز. بالمشروم، وطبعا المشروم مشهور جدا. انا مش مصدقه ان ده بالخضار، انتوا لو معايا في الاستوديو هتشموا وكانه عليه لحمه، عليه فراخ. بس من ذوق حضرتك والله. لا بجد تسلم ايدك يا شيف، ربنا يبارك حضرتك. حاجه بسيطه الله. جدا، بتمنى ان هي تعجب الساده المشاهدين طبعا، واتمنى ان هي تعجب حضرتك. يعني انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده، تشرف عظيم ليا طبعا. ربنا يسعدك يا شيف بجد، هايل. شكرا حضرتك. طبعا طبق الباستا حاجه مشهيه جدا، حاجه شكلها يفتح النفس. نبدا نزينه بحاجه بسيطه كده جدا، يامي يامي. ممكن نطلعه قدام شويه عشان الكاميرا. تمام تمام كده كده، تمام يا مخرجنا. تاني كمان، تمام كده. احنا طبعا عايزين نوري لكل المشاهدين الاطباق، لن تتخيلوا الجمال. احنا النهارده مخصوص عشان الساده المشاهدين، عشان نقدر نسعدهم باي حاجه حتى بسيطه. طيب انت قدمت لنا اكل للفيجيتيريان واكل فعلا تحفه وما حصلش، هتقدم لنا ايه تاني ان شاء الله؟ هي وصفات سهله وبسيطه وكل الناس بتحبها، وبننزل مخصوص عشان نجربها في المحلات وفي المطاعم الكبيره، اللي هو مثلا الفراخ الكنتاكي. أيوة. حاجه الفراخ طبعا هعملها النهارده بوصفه مختلفه مميزه، يعني مش هقول ان هي اجمل من كنتاكي، بس حضراتكم ان شاء الله ممكن تجربوا الوصفه، وحضراتكم اللي هتحكموا بنفسكم ان شاء الله باذن الله. يلا بينا بقى عشان وهنعمل برضو بيبر ستيك طبعا. أوكي. اجمل قطعه لحمه ده بالصوص الصوص الفلفل الاسود المجروش والملح، وهنتبلها بالزعتر وهننزل بيها على الزيت نشوحها كويس، وبنزل بصوص الديميجلاس. ممتاز ان شاء الله باذن الله. ممتاز. احنا كده خلاص الطبقين دول جاهزين ما شاء الله، بجد شيف صلاح مميز جدا وشغله مميز، هننزله لكم دلوقتي على الشاشه مشاهدينا الاعزاء كل الاطباق الجميله اللي بيقدمها شيف صلاح. سنة زيت، ايوه عادي. ستات بقى اكتبوا يلا المقادير، حطينا الاول زيت، زيت زيتون تمام، وممكن مكعب مرق، مكعب زبده صغير تمام، خالي من طبعا ما فيهوش نسبه املاح عاليه. دي جديده تمام. دي يعني انا بحط مع الزيت طبعا مكعب. حاجه مميزه جدا وطعمها جميل ان شاء الله. هنستنى بس لحد ما الزبده تسيح معانا، وننزل طبعا هنتبل هنا قطعتين اللحمه، الفلفل الاسود طبعا المجروش الجميل. ممتاز. سنه ملح صغيره. ايوه عشان تبان. تمام، حطينا كده القطعه الستيك، قطعتين الستيك متبلين طبعا بالفلفل الاسود، تبلناها بس بفلفل اسود. ممكن نضيف كمان سنه فلفل اسود صغيره، جميل جدا. مش هتزعل. وروزماري معاهم، وروزماري طبعا حلو جدا. طبعا الستيك او القطعتين اللحم مشهورين جدا بالروزماري، بيدوهم نكهه مختلفه وطعم مختلف. ممتاز. والطبق نفسه غني غني جدا بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، واكيد البروتين او البروتين طبعا. ممتاز. والكالسيوم. فان شاء الله انا حبيت بس ان انا ما اقدمش اي حاجه لحضرتك النهارده، حبيت اقدم حاجه مختلفه ومميزه. اكيد يا شيف، وان شاء الله باذن الله تعجب حضرتك. تسلم ايديك يا شيف. شكرا لحضرتك. الطبق الثاني برضه هنشتغل فيه ان شاء الله. احنا كده عندنا الزيت على النار. ممتاز. بيبدا يسخن طبعا. احنا شايفين صور
شيف صلاح هايله قد ايه وقد ايه هو بيقدم اكلات جميله. تسلم ايديك يا شيف. شكرا لزو حضرتك. هنبدا بقى ان احنا تتبيلتنا السحريه. ايوه تتبيله، عايزين نعرف التتبيله السحريه. ان شاء الله دايما يقول لك لا اصل التتبيله السحريه، لا عايزين نعرفها الستات بقى عشان نعملها لاولادنا وما نروحش ندفع مبلغ وقدره، وفي طبعا ظل كورونا وكوفيد 19 وخايفين من العدوى بعد الشر، فاحنا لما نعرف الوصفات الجميله دي ونعملها في البيت هنوفر فلوس، هنوفر صحه، هنوفر نظافه. الشيف هيعرفنا كل الحاجات الحلوه دي. عامل حضراتكم تشكيله مختلفه ومميزه ان شاء الله باذن الله، يعني تشكيله كنتاكي. عندنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، سنه شطه. سنه الشطه طبعا مش هتبقى حر قوي، يعني هتحرمش الفراخ واللي حابين السبايسي ممكن نشيلها لو مش حابين. وعندنا زعتر مطحون وروزماري مطحون وسنه قرفه بسيطه. تمام، وهنبدا نتبل الحاجات دي كويس. ممتاز. تمام، هنبدا اللي نتبل. عايزين المقادير موجوده على الشاشه، وكمان هنزلها لكم النهارده على صفحه البرنامج، برنامج هي وادم مع دكتور منى المهدي على الفيسبوك. هنزل لكم كل المقادير الحلوه دي عشان الستات اللي متابعينا النهارده، وكمان هي موجوده على الشاشه مع صور الاطباق الجميله اللي بيقدمها لنا شيف صلاح. طبعا هنضيف، يبقى احنا كده حطينا التوابل بتاعتنا. خلاص حطينا التوابل، وبعد كده هنحط زبادي. هنحط معلقه زبادي عشان ما تنشفش في الاليه، صح كده؟ ان شاء الله باذن الله. انا ست بيت شاطره ده. انت حضرتك تقف في مكاني دلوقتي. ربنا يسعد قلبك يا رب. وان شاء الله كده هنضيف برضو سنه لبن بسيطه. جميل، بس كده. تمام، كل المقادير الحلوه دي هتلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك، برنامج هي وادم مع دكتور منى المهدي. الاسرار الجامده جدا لوصفه كنتاكي السحريه بنعملها هنا حصريا مع شيف صلاح الشرقاوي. هنبدا طبعا، عندنا مثلا معلقه كوبايه دقيق عليها نص كوبايه نشا، معلقه دقيق عليها نص كوبايه نشا ونص بيكنج باودر، ونص بيكنج باودر. نشا ودقيق وبيكنج باودر. اوكي، وبعد كده هنبدا ان احنا نخلطهم ببعض. جميل، نخلطهم كويس قوي. حلو جدا. وهنبدا ننزل بالفراخ طبعا. ممتاز. هنا طبعا هنحط شويه لبن عشان نبنن فيهم الفراخ. اللبن هنعمل فيه ايه؟ هنبنن فيه، يعني هننزل مثلا احنا الاول بننزل يعني دي. حطيناه الاول في الخلطه بتاعتنا اللي هي الدقيق والنشا والبيكنج باودر. معلقه بسيطه. بعد كده هنروح نقلب بس كده. اجي اساعدك يا شيف؟ لا تستني حضرتك. تمام تمام كده، الله ينور. هنبدا ننزل هنا وننزل. أيوة، في اللبن. ممتاز، ونبدا نقليها بقى. لا، ونرجع تاني، نرجع تاني للخلطه بتاعتنا. ممتاز، وننزل تاني. احنا بندي كذا طبقه طبعا عشان تطلع مقرمشه معانا وطعمها خرافي، وان شاء الله باذن الله هتعجب حضراتكم. ما شاء الله. طبعا جايب لحضراتكم برضو فرخه كامله، الصدور والوراك طبعا. ممتاز. اللي حابين مثلا يجربوا ده، واللي حابين يجربوا ده مفيش اي مشكله. ممتاز جدا. انت موهوب من صغرك في مجال الطبخ. من ذوق حضرتك والله. ما شاء الله. هي المساله بس مش مساله طبخ بالنسبه لي، هي مساله عيش، يعني اللي هو مثلا جميل جدا ان حضرتك تبقى حابه شغلك وحابه الحاجه اللي انت حابه تقدميها، طبعا بتتميزي فيها وبتتفوقي فيها. ممتاز. وتبقى حابه دايما ان انت تعملي كل اللي تقدري عليه، مش عشان شغلك، لا عشان انت حابه الكلام ده. برافو عليك، وطبعا انت مثل يحتذى به للشباب اهو. لا ده حاجه بسيطه جدا. الشباب بيقولوا جدا شغل. حاجه بسيطه مفيش جدا. مفيش شاب عنده 21 سنه شيف مميز اهو بيعمل لنا اكلات هايله. يا رب. اشتغل في ارقى المطاعم. لا طبعا ده بس من ذوق حضرتك، وانا الحمد لله يعني مش بحسب الموضوع مساله وقت. الوقت عمره يعني النجاح عمره ما اتحسب بالوقت، هي القصه بس في ان انت يبقى عندك عزيمه وعندك اراده ان انت طبعاً توصل لحاجه معينه. طبعا ولو حبيت توصل لها هتوصل لها طبعا. تمام يا شيف، مفيش حد يقدر يمنع. بعد ما هنحط بقى في الزيت عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين. يا بس ممكن بس مناديل. مش حضرتك هتقلي في الحله الثانيه؟ ان شاء الله. اوكي، طبعا احنا في العادي بنقدم لكم طبق واحد، المره دي بقى شيف متوصي بيكم جايب لكم وصفات لكذا طبق. احنا كده بس نبص على اللحمه بتاعتنا الاول. اوكي،
بس كده. الله الله على الروائح، روائح هايله. تسلمي تسلمي حضرتك. وجايب برضو الجناح عشان بس ما حدش يقول ده سرق مننا الجناح وما جابهاش. الله ينور عليك يا شيف. طبعا يا شيف الوقت بتاع البرنامج بيجري بسرعه جدا. لا تمام، وحضرتك بتعمل حاجات جميله بجد. عموما بعد ما حضرتك هتعمل الحاجات دي تمام هنحطها في الزيت نقليها. صح كده؟ هي كده خلاص جاهزه. وتبقى كده خلاص. هي كده خلاص جاهزه. طبعا اتعلمنا النهارده مع الشيف اكلات للناس الفيجيتيريان، وتعلمنا كمان طريقه كنتاكي وازاي تعمليها، وتعلمنا كمان الستيك. بنشكر الشيف، بنشكرك يا شيف صلاح. شكرا لزو حضرتك بجد، حضرتك نورتنا النهارده. وطبعا بعد الحلقه هنقعد نكمل الاكلات بتاعتنا الجامده دي عشان ناكلها احنا. جربوها هتعجبكم جدا. مشاهدينا الاعزاء الوقت مع حضراتكم جري بسرعه جدا. بنتمنى تكون حلقتنا عجبت حضراتكم، وبنشكر الشيف. اتفضل حضرتك. كنت حابب بس اشكر في النهايه طبعا المعهد العالي للسياحه وفنادق الدكتور مدحت الديب على دعمه الجميل ووقفته بصراحه جنبي، هو ساعدني، والدكتور محمد صلاح برضو شيف احمد المصري والشيف علاء. بشكر اي حد وقف جنبي حتى بكلمه، بابتسامه، بنظره امل. كل الحاجات دي طبعا بتفرق مع الشخص اللي بيحسبها فعلا وبيفكر فيها. وانا طول عمري ان شاء الله باذن الله بتمنى ان انا يعني بطور من نفسي، وحابب ان انا اقدم لنفسي حاجه كويسه. فانا بتمنى بس الشباب طبعا التوفيق والنجاح، ومفيش حاجه اسمها مستحيل، وما توقفش حلمك على حد، انت بس خد الناس مجرد اسباب. بنشكر حضرتك جدا جدا. شكرا جدا يا شيف حضرتك صلاح. سعيد جدا. ميرسي لذوق حضرتك. مشاهدينا الاعزاء اشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامجكم هي وآدم. أشوفكم على خير.